التيكت والمقعد محدده وكذا. احنا ببدا فيها من الاول. انا لي 17 سنه اروح الملاعب، ومو بس بالرياض، رحت الرياض ورحت الجده والشرقيه والقصيم وكل الملاعب. للاسف السوء الموجود فيها موجود في كل هذه، في كل الملاعب دون استثناء، مع زياده يمكن عشان خاصيه الرياض دبل. نعم. يعني ما بحكم الزحمه لا بحكم من يدير الملعب، يعني مع احترامي. الملاعب تدار الان زي ما قال ابو بدر البارح، فانا معلش بكمل بس انا بقول لك شيء. ملعب زي استاد الملك فهد موفر فيه كل شيء، كل شيء موفر فيه. بعارضك بحكم يقول مره ليس كما سمع، انا بقول بس بطرق النقطه معلش. ممكن في الحلقه اللي في حلقه احد الحلقات اللي انا حضرت الحلقه اللي قبل، فانا تطرق الاستاذ وليد الفراج الموضوع كان سلبي، ولكن الانسان الصادق يتطرق للسلب والايجاب. فانا اليوم عندي نقطه من قبل لا احضر كنت مركز عليها، اللي هي اني راح اشكر الرجل هذا لانه تبنى موضوع سوء الخدمات المقدمة للجماهير وما يعانيه الجماهير في الملاعب. الرجل هذا في أحد الحلقات أول ما بالفعل الموضوع أكد أنه راح يبقى على يعني يصر على هذه النقطة، وراح يكشف كثير من الأسرار، وبإذن الله إحنا اليوم نساعد في كشف الأسرار.